طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا الكتاب وهذه قراءة في كتاب الترغيب والترهيب، ونحن في الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين، وهذا ذكر أول من يدخل الجنة. روى الإمام أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، أما نحن فلا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء يوضح فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أوائل الذين يدخلون الجنة، جعل الله وإياكم منها. ومن فوائد هذا الحديث سؤال العالم لطلابه ليستحث الإجابة منهم، وأن يهيج أسماعهم وجوارحهم لما سيلقيه عليهم ومن فوائد هذا لما قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة، فيه دلالة أيها الكرام الفضلاء على أنه لا مانع أن يجتهد الإنسان في الإجابة ما دام الشيخ قد سأله في ذلك. وأيضا فيه لما قال: الله ورسوله أعلم، هذا من فوائده أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما لا يعلمون، أنهم يكلون فيه إلى الله ورسوله. وفي تلك مسألة هل يقال ذلك مطلقا؟ هل يقال ذلك على الإطلاق؟ قال أهل العلم: إذا كان في حياة النبي نعم، وأما إذا كان بعد وفاته ففي المسألة تفصيل، وتفصيلها إذا سئلت في مسألة شرعية فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، أما إذا سئلت في مسألة كونية غيبية فهنا تقول الله أعلم، وإذا كنت لا تفرق في السؤال فقل الله أعلم لتخرج من الخلاف. ومن فوائد هذا أن الفقير الذي هاجر إلى الله ورسوله إذا صلى الله عليه وسلم إذا أمر يخرج للجهاد خرج، وإذا أمر أن يسافر إلى مكان سافر، ما يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لا أفعل، ما يقول هذا الكلام أيضا. ولذلك هو مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لما قال تتقى بهم المكاره يعني هم الجنود دائما، ومعلوم إن القائد في الجيش يكون في مؤخرة الجيش يحميه الجنود، فهؤلاء تتقى بهم المكاره. قال: ويموت أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، لأن الفقير المسكين يشتهي الشيء، يعني يشتهي الإنسان يأكل أكلة معينة، يلبس لبسة معينة، يتكلم في أمر معين، لكن الفقر يمنعه من أن يتكلم، وإن تكلم لم يسمع له أحد، هذا هو الغالب، والنادر لا حكم له. ففقره، وقيل الفقير فعيل بمعنى مفعول من مفقور الظهر، يعني مكسوره ما يقدر يتحرك، ولذلك هذا ما يملك من أمره شيء أبدا. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع أن يأتي ما في نفسه ولا يستطيع أن لها قضاء، فيقول الله عز وجل ائتوهم فحيوهم، أي أن الله عز وجل يدخل الجنة الإنسان الذي كان في الدنيا فقيرا مجاهدا عمل الصالحات وأعطى في الدنيا من الحسنات ولم يأخذ منها إلا القليل، ولكن الله أعطاه الكثير، إذ أن الإيمان الذي في قلبه هو أعظم الغنى، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك الملائكة هذه الآن يكافأ إن الملائكة تيجي وتسلم عليه، فتقول الملائكة لربها سبحانه وتعالى: ربنا نحن سكان وفي سكان أخص يعني أو سكان مبتدأ وخبر سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ والملائكة هذا الخلق النوراني العظيم
وهم أعظم طبعا من يعني من خلق الإنسان، المخلوق من طين. فالملائكة نظروا إلى هذا فظنوا أن الله لما أكرمهم وخلقهم من نور وجعلهم من أهل السماوات وخيرة الخلق وهؤلاء المخلوقين من الطين أذنبوا في الدنيا وأصابهم ما أصابهم، فكيف نذهب إليهم؟ فسألوا سؤال استفهام لا سؤال إنكار وإعراض، هذا سؤال استفهامي. فقال الله عز وجل إنهم كانوا عبادا يعبدونني، الله أكبر، ولا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغور، هذه مناقبهم. فحق لهم أن الملائكة تأتي تسلم عليهم، فيرى الله الملائكة كيف كان هؤلاء على خير في هذه الدنيا. الله عز وجل يوضح للملائكة، يري الله الملائكة ما كانوا عليهم وما كانوا فيه من التوحيد، حتى نعلم فائدة ذلك يا أخوان، عظم التوحيد، عظم أنك تلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا. أضف إلى ذلك وتسد بهم الثغور، وتسد بهم الثغور يعني الثغور اللي هي الحدود التي يتسلل منها أعداء الإسلام، وكل منا على ثغر، فلا يدخلن العدو من ثغرك. يا طالب العلم أنت على ثغر، يا خطيب المسجد أنت على ثغر، يا إمام المسجد أنت على ثغر، يا من ينشغل بوسائل التواصل اتق الله وكن على الثغر، فلا تنشرن في حالتك ولا في حساباتك في وسائل التواصل إلا ما تريد أن تراه خيرا في صحيفتك، سيفنى كل كاتب ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوك في القيامة أن تراهم. فحق لهؤلاء أن ينطبق عليهم قول ربنا عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من أبواب الجنة الثمانية، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الباء هنا للسببية، يعني بسبب صبركم تستحقون أن تأتي الملائكة النورانية الذين ما عصوا الله قط ليسلموا عليكم، تستحقون أن تحيوا في هذا المكان في جنات النعيم، تستحقون أن تخلدوا لا تموتون أبدا. فقال ربنا عز وجل حيوهم، يعني إيتوهم بالتحية وبالحياة الكريمة والخلود، فيحيونهم فيقولون سلام عليكم. أجمل أيها الكرام الفضلاء أن الإنسان يكون بهذه الأخلاق الكريمة وهذه الأمور العظيمة، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك، وقلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، وما قضيت لنا من قضاء اللهم اجعله خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن الطاعة ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا،
واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ناصيته بيدك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا، وما ضلت عنه فهومنا فلا تؤاخذنا، واجعل عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. بارك في هذا المجلس وفي هذا المقام ومن حضر فيه ومن سمع يا ذا الجلال والإكرام، وما كان فيه من سهو أو نسيان فاغفره يا رب العالمين وتجاوز عنه يا عزيز يا رحيم. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما لاح قمرنا ورقع آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا عم الشيخ. الله يكرمك يا دكتور. بدي اتصل يا دكتور بعد الدرس.